دمرت في النساء، كل مرافق الحياة دمرت للفلسطينيين اللي عايشين تحت القصف تحت النار. وكمان إنه النازحين من الشمال على الجنوب زادت تتفاقمت المأساة. وهي الناس اللي انت شايف من الفجر الساعة 5 وهم بيستنوا ياخذوا دور على ربطة خبز تكفيش 5 افراد. جيت اتسوق خضرة ولقيت الخضرة غالية كثير، الاسعار خالي فوق ما تتصور. وبعدين اللهم صل على محمد، الوضع صعب كثير. حتى ما قبل الحرب الناس كانت بتعاني، يعني الناس وصلت طبقة الفقر تحت الصفر، وما بالك لما بيجيك ضيوف كمان، يعني بلا مؤاخذة أهل غزة على راس من فوق، بس لما بيجيك نازح من غزة بيقعد عندك برضو، هذا برضو عبء. لازم كل الدول تتحرك إلا توقف إطلاق النار عنا، حتى ما بدنا معونات ولا بدنا إشي، أوقف إطلاق النار بس عنا.